بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب وأجدد لكم التحية مرة أخرى. نتواصل مع التحدي والمنافسة من أرضية ميدان التحدي بهذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نتواصل مع انطلاقة الكبار وبتواجد الكبار، نتواصل مع انطلاقة الشوط الثامن لفئة الحيل، ينطلق مع الرحلة 8 كيلومترات المتواصلة مع هذه الشعارات اللامعة والمتميزة، مع هذه الأسماء العمالقة متواجدين بهذا المسار والتحدي. نسير مع تحديات هذا الشوط، ونسير مع البداية ومع المنافسة الأولى. هناك مقدمة الشوط، الطيارة تطير وتحلق بأرضية ميدان التحدي بشعار هجر الشحانية والعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في المتابعة والتضمير، بينما التي تصل في المركز الثاني هنا الغزيل لهجر الشحانية محمد بن خالد العطية المشاغب يتواجد مع المركز الثاني، يقدم لنا الغزيل على المركز الثاني. المركز الثالث، هناك تحديات الغويصية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي في المتابعة والتضمير، بينما المركز الثالث الرابع نتابع تحديات مغام لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في المتابعة والتضمير. المركز الخامس، هناك تبوك وصلت في هذه اللحظات وبدأت تتسلل بدورها من موقع إلى موقع بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي المحنك، يتابع انطلاقة تبوك من تتسلل بهذه اللحظات إلى المركز الثالث. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمس المراكز الأولى المتألقة والمتميزة بهذا المسار وبهذا التحدي وبهذه الانطلاقة الموفقة وبهذه الاندفاعة المتميزة مع مقدمة الشوط. الطيارة ما زالت تطير بتحديات هذا الشوط، وما زالت تتربع على صدارة الشوط وعلى المقدمة وعلى التحديات الأولى. بهذه اللحظات هجر الشحانية تتقدم بهذه اللحظات لكي يتقدم سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على مقدمة الشوط وعلى الصدارة، مع الطيارة يحافظ على مقدمة الشوط كما قدم لنا خود وقدم لنا رياض بهذا المساء وقدم لنا اسباير ولطام، اسماء جميلة قدمها لنا العملاق بتحديات هذه الامسية التراثية كما قدم لنا امسيان. ولكن شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يتواجد مع الغويصية على المركز الثاني، المحنك سعيد بن راشد بن غدير اكتبي على المركز الثاني يواصل الضغط على الطيارة كما يواصل المساندة مع تبوك التي تصل على المركز الثالث بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المحنك سعيد بن راشد بن غدير اكتبي يشارك بتحديات الغويصية ويتواجد بتحديات هنا تبوك على المركز الثالث، ولكن نتابع الواصلة مع المركز الرابع. هنا الانطلاق والتحدي مع الغزيل لهجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية يتواصل بموقع التحدي والمنافسة مع انطلاقة الغزيل المتواجدة بتحديات هذا الشوط. المركز الخامس، نتابع تحديات وانطلاقة وعد لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الغيلاني على المركز الخامس، يتواجد مع تحديات وانطلاقة وعد المتواصلة مع التحدي والمنافسة. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للمرة الثانية على التوالي. أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام للخمس
خمس المراكز الأولى بدائرة النداء، نتواصل مع التحدي ونتواصل مع منافسة هذا الشوط. نتابع المقدمة هناك، نتابع التحديات، نتابع الثلاثية المتميزة على التحدي وعلى بداية هذا الشوط بقيادة الطيارة، ما زالت هي القائدة لمسيرة وانطلاق هذا الشوط بشعار هجر الشحانية والعملاق سلطان بن محمد رهيبي، ما زال يتقدم وما زال يحافظ وما زال يسيطر على زمام الأمور، يقدم لنا الطيارة مع القيادة والريادة بانطلاقتها الموفقة وباندفاعتها المتميزة على صدارة الشوط. بينما المركز الثاني القويصية بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وهنا تبوك أيضا بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المحنك سعيد بن راشد بن قتيل اكتبي يقدم لنا تبوك على المركز الثاني، ويقدم القويصية مع المركز الثالث. بهذه اللحظات يواصل المنافسة ويواصل التحدي، الغزيل تقترب من الثلاثية المتميزة على مقدمة الشوط بشعار هجر الشحانية، المشاقب محمد بن خالد العطية بدأ يشاقب بهذه اللحظات وبدأ يتقدم من موقع إلى موقع من المركز الخامس. هناك وعد وصلت بهذه اللحظات بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خبيس الغيلاني يتواجد في المتابعة والتضمير، يقدم لنا عطاءات وعد على المركز الخامس. ها هي الخمس المراكز الأولى المنفردة في مقدمة الشوط والمسيطرة على دائرة النداء والمتنافسة من أجل تحقيق الإنجاز ومن أجل الناموس ومن أجل التحدي والمنافسة. نتابع تحديات هذا الشوط ونتابع المقدمة مع المنافسة، هناك مع تحديات، مع تحديات الخمس المراكز الأولى المسيطرة على دائرة النداء. نسير مع البداية ونتابع المقدمة بهذه اللحظات وبهذه المنافسة المشرفة مع شعارات العمالقة والكبار بتواجدهم بهذا المسار وبهذا التحدي. الطيارة ما زالت تطير وتحل بأرضية ميدان التحدي بشعار هجر الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم بهذه اللحظات بعطاءات الطيارة على المقدمة وعلى التحديات الأولى، ما زالت الطيارة تحافظ على زمام الأمور. المركز الثاني هنا الغزيل بشعار هجر الشحانية، والمشاغب يقترب من المنافسة بهذه اللحظات محمد بن خالد العطية، وهناك وعد بدأت تتسلل بهذه اللحظات إلى المركز الثاني مباشرة بهذه المنافسة وبهذه التحديات بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس الغيلاني يتابع التحدي ويتابع المنافسة على المركز الثاني، وهنا بدوره يتسلل إلى مقدمة الشوط. المركز الثالث الغزيل بشعار هجر الشحانية ومحمد بن خالد العطية يتابع التحدي ويتابع الانطلاق. المركز الرابع هناك تواجد تبوك بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، سعيد بن راشد بن قديل الكتبي يتابع انطلاق تبوك على المركز الرابع. وخامسا القويصية تتواجد ايضا بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمحنك سعيد بن راشد بن قديل الكتبي يتابع التحدي ويتابع الانطلاق بهذه اللحظات وبهذه المنافسة مع الخمس المراكز الاولى المسيطرة على دائرة النداء والمتنافسة من اجل تحقيق الإنجاز ومن أجل الناموس ومن أجل السيارة التي تنتظر عند خط النهاية. نتابع البداية ونتابع تحركات الطيارة مرة أخرى تستعيد الحقوق المنهوبة من وعد وتتقدم بهذه اللحظات، لا ترضى لا في المقدمة ولا ترضى لا بالناموس. شعار هجر الشحانية يتقدم مرة أخرى مع بداية هذا الشوط ومع التحدي والمنافسة في بداية المنافسة وفي بداية التحدي. العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا الطيارة وعد على المركز الثاني، تتواجد بانطلاقة تتواجد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الانهيان، محفوظ بن خميس الغيلاني في المتابعة والتضمير يتابع تحديات وعد على المركز الثاني، تتواجد بموقع التحدي والمنافسة أم المركز الثالث. هناك الغزيل بجمالها وبدلالها تتقدم على المركز الثالث وتواصل الضغط على المقدمة
الكلمه بشعار هجر الشحنيه المشاغب محمد بن خالد العطيه يتواجد في المتابعه والتضمير. نتابع المركز الرابع والمركز الخامس. هناك انطلاق والتحدي الواصله بهذه اللحظات، لمحه بانطلاق وتحدي. شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم تبوك على المركز الرابع وخامس للغويصية، ايضا بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسعيد بن راشد بن غدير الاكتبي في المتابعة والتضمير. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الاولى المسيطرة والمتنافسة من اجل تحقيق الانجاز. نعود مع البداية، نعود مع الصراع، ونعود مع النزاع. الطيارة بهذه اللحظات مع ال 1500 متر الأخيرة ما زالت تحلق بأرضية ميدان التحدي، وما زالت تطير في مقدمة الشوط بشعار هجر الشحنية المتقدم والمسيطر على المركز الأول والثاني مع الطيارة والغزيل، ولكن باختلاف المضمرين. هنا العملاق مع المقدمة سلطان بن محمد بن سامر وهيبي والمشاغب محمد بن خالد العطية على المركز الثاني. ثنائية متميزة بقيادة الشعار الأدعم الذي ينطلق مع البداية. السيارة تنتظر، السيارة يا مضمرين، السيارة يا عمالقة تنتظر في خط النهاية. وهنا الطيارة ما زالت القائدة وما زالت المتربعة على صدارة الشوط، ولكن الغزيل الكيلومتر الأخير والكيلومتر الخطير يا مضمرين. الطيارة مع المقدمة بشعار هجر الشحنية العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، الغزيل مع المركز الثاني أيضا بشعار هجر الشحنية، والمشاغب بدأ يشاغب محمد بن خالد العطية مع الغزيل ومع الطيارة. العملاق والمشاغب العمالقة والكبار يتواصلون مع تحديات هذا الشوط مع الثنائية المتميزة بين شعارات الكبار وبين شعار الأدعم، ولكن باختلاف المضمرين. العملاق والمشاغب الطيارة والغزيل بشعار هجر الشحنية تتقدم وتتألق وتتميز دائما، وهذه لمشية تراثية بقيادة الطيارة والغزيل. واللحظات الأخيرة ولعت ولعت مع الثنائية المتميزة بقيادة العملاق وبتواصل المشاغب. المشاغب يشاغب ولكن العملاق صامد مع المقدمة ومع تحديات الطيارة، ما زالت تطير بناموس هذا الشوط مع اللحظات الأخيرة ومع اللحظات الأخيرة. ولعوها المضمرين مع انطلاقة الطيارة وتواصل الغزيل. الطيارة والغزيل هجن الشحنية تحدي سلامات هذا الشوط بهذه المنافسة وبهذه التحديات. الطيارة أم الغزيل؟ الطيارة أم الغزيل؟ الطيارة والغزيل. اللحظات الأخيرة، العملاقة من المشاغب، العملاقة من المشاغب. الله 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 الله. الطيارة الغزيل ولكن طارت الطيارة. تهانين والف مبروك لهجر الشحنية على فوز الطيارة وتحقيقها هذا الانجاز. المركز الثاني الغزيل بشعار هجر الشحنية. المركز الثالث لمحة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع صوغة لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان. المركز الخامس وصلت ترهونة لهجر الشحنية. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، منافسة مع التحدي واللحظات الأخيرة. الطيارة والغزيل بشعار هجر الشحنية، ولكن باختلاف المضمرين. العملاق يحسمها مع اللحظات الأخيرة. تهانينا وألف مبروك لهجر الشحنية على هذا الفوز المستحق وهذه اللحظات. هناك انطلاقة الطيارة ووصولها بالثمانية كيلومترات، قطعت مسافة 12 دقيقة 32 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لهجر الشحنية، وتهاني للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني وصلت الغزيل بتوقيت زمني وغدره 12 دقيقة 33 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا وألف مبروك لهجر الشحنية، وتهانينا والناموس للمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصلت لمحة بتوقيت زمني وغدره 12 دقيقة 37 ثانية جزئين من الثانية. تهاني ومبروك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهاني والناموس لسالم بن حمد بن هيان العامري. تهانينا والمبروك لجميع الفريق.